بقالنا 5 6 سنين او اكتر بنتمنى ان احنا نشوف مستوى الاسماعيلي اللي احنا تعودنا عليه، كرة الدراويش، الكرة البرازيلية، برازيل العرب اللي بقتش موجود، اللي لما تيجي تطبقه على الواقع بعد كل فترة توقف او بعد كل دوري عايز تشوفه بشكله الجديد او شكله القديم اللي انت متعود عليه بتلقاه مفيش. الاسماعيلي فاضي النهارده بعد البطولة العربية وكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، فترة توقف كبيرة جدا وتنقلات والاستعانة بلعيبة جدد، بتلاقي الإسماعيلي بيتعادل مع فيوتشر وبدون أداء. مش هو ده الإسماعيلي، الإسماعيلي بينهار، الإسماعيلي كده بيضيع. بقالنا كام سنة بنقول الإسماعيلي بيحارب من أجل البقاء، يصارع ويقاتل من أجل إنه يفضل في الدوري الممتاز. دلوقتي احنا بنقول ان الاسماعيلي على وشك ان هو ينزل. هل هو ده فريق الدرويش؟ النهارده لو جينا بصينا الكرة البرازيلية اللي كنا متعودين منها على الاسماعيلي، خط الدفاع عمال يسلم نفسه كورة باهر المحمدي لدونجا وبعدين للشامي وبعدين الشوطة الطويلة، باهر عمال يستعرض بالكرة الطويلة. طب ما فيش، مش هي دي كرة الاسماعيلي، الكرة الطويلة اللي في العمق ما بيعملش منها حاجة خالص. وبعدين المدرب النهارده عبد الرحمن مجدي بدأ يقول وبدأ يترجم وبيلعب كرة حلوة راح مطلعه، يعني احنا الحلو بنطلعه على طول. مدبولي ما بينزلش من أول مباراة ليه؟ مدبولي كان ممكن ينزل من بداية الشوط الثاني عشان يعرف ينسجم مع الفريق اللي مش عارف يعمل أي حاجة في أي حاجة، مع التحرك لا إرادي داخل نص ملعب النادي الإسماعيلي. مدبولي ينزل من بدري. فريق فيوتشر فريق جديد على الدوري المصري ومتميز، متميز وعامل نتائج كويسة جدا في كأس الرابطة، احتل المركز الأول على مجموعته وتصدر المجموعة وصعد، والإسماعيلي صعد في كأس الرابطة وشفناه تعادل 4 مباريات وكسب مباراة النهائية أو الأخيرة وصعد. والنهاردة المعلق بقى مسك لك بقى الموضوع إيه؟ بداية الدوري وبداية سيئة للنادي الإسماعيلي، 4 هزايم متتالية في بداية الدوري، وبعدين يسكت شوية وبعدين يفكرنا الإسماعيلي السنة دي بدأ ب4 هزايم متتالية في الدوري المصري، وبعدين يسكت تاني الإسماعيلي بدأ الدوري ب4 هزايم متتالية. يا عم ما احنا خلاص عارفينها، هو أنت عمال تكررها؟ عارفينها، قولها مرة خلاص، ما احنا عارفينها وحافظينها. وده أنت لو جبت عيل في سنة أولى ابتدائي حافظها بالشكل ده. طيب احنا دلوقتي في فترة التوقف اللي حصلت كبيرة جدا، يعني احنا رجعنا من البطولة العربية والاسماعيلي لعب ماتش في الدوري او اتنين، وبعدين جه الكاس الامم الافريقية وفترة توقف طويلة جدا، والاسماعيلي مفيش حد منه في المنتخب. يعني حقيقة ان احنا نشوف انسجام في فريق النادي الاسماعيلي لما يرجع. هل الانسجام ده احنا شفناه؟ ما شفناهوش. احنا شفنا كرة كده ما اعرفش، يعني دورة رمضانية ناس بتلعب كرة جلة، ناس بتلعب كرة في الشارع، لا مش موجودة. المدرب عمل ايه؟ ايه فايدة ان انا جايب مدرب بالشكل ده او بالثمن ده عشان يعمل ايه؟ فين خط النص بتاع النادي الاسماعيلي؟ فين ده؟ وجايب لي مهاجم ارجنتيني، انت جايب لي ميسي، يعني ما لو ارجنتيني كويس هو مش هيلعب في الدوري المصري اساسا، يعني مش هيلعب حتى في الاهلي ولا الزمالك. ما احنا خلينا صراحة يعني، فانت جايب ده ليه؟ اذا الاسماعيلي محتاج اللي يغيصه ويشده كده، الناس اللي خايفة على النادي الاسماعيلي، مدرب خايف على النادي الاسماعيلي، الجمهور خايف على النادي الاسماعيلي. فانا محتاج، انا مش عارف والله، بس احنا تعبنا كجمهور، انا من اسماعيلية وجمهور اسماعيلية تعبان 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 وزعلان الاسماعيلي في الحالة دي.